طوابير الناخبين امتدت أمام اللجان في الانتخابات الرئاسية المصرية منذ الساعات الأولى للاقتراع، وبدت النساء أكثر حضوراً في بعض المناطق، فيما قالت اللجنة العليا للانتخابات إن عملية الاقتراع سارت دون معوقات تذكر. ستات كتير جداً نازلين وعارفين قيمة الراجل اللي وقف جنبهم بعد اللي شافوه في السنة بتاعت حكم الإخوان. بس احنا النهاردة يوم عيد بالناس من مصر، مسلمين ومسيحيين، كلنا عيد واحدة وعايزين بلدنا إن شاء الله هتبقى أحسن وأحسن. الحضور الأمني أمام مراكز الاقتراع وتحليق المروحيات في فضائها كان أبرز ما تصدر المشهد في اليوم الأول، ومشاركة المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي وعدد كبير من قيادات الدولة ورموز الحركة السياسية والثقافية والفنية. المتابعون للمشهد رأوا في هذه المشاركة إصراراً من جانب الناخبين على إتمام خريطة المستقبل. مصر شعبها شعب عريق ويعرف قيم الديمقراطية، ونازل النهاردة يختار رئيسه للمرحلة القادمة. وتبقى نسب المشاركة في التصويت الذي يمتد ليومين العامل الذي يلقى اهتماما من المتابعين لثاني انتخابات رئاسية منذ ثورة 25 من يناير. هكذا كان اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية، انتخابات يريد المصريون أن تخرجهم من واقع اقتصادي وأمني غير مستقر، وأن تكون كما يقولون فتحة خير لمستقبل أفضل أساسه الديمقراطية. عزة غريب، سكاي نيوز عربية، القاهرة.